سيادنا واحد السلام عليكم. اليوم جيتكم بواحد الوصفه خفيفه ظريفه واقتصاديه. السوبا ديال ماتيشا كي كتشوفوا في طنجره درت زويته بلديه غادي تشحر. تنزيد فيها البصله اللي ديجا قطعت طريفات هكا صغار. من بعد غادي نشحرها واحد شويه ونزيد خيزو. من بعد داكشي اللي كتشوفوا خيزو تا هو مقطع هكاك دويورات صغيرين. غادي نزيد الثومه بيان سور على البصله وغنخليها تشحر مزيان. مي غتشحر مي غادي تبدا تدبل غادي نرمي عليها خيزو. هاد السوبا هادي سهله 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 بزاف, ما كتاخدش الوقت. انا حيت كنت صراحه مستريسيه شويه درتها لان اقتصاديه. داكشي اللي كيكون عندك في الدار يعني ما كتحتاجيش بزاف ديال الخضره, ما كتحتاجيش بزاف ديال الوقت كي قلت لكم, وكتجي لذيذه يعني الصغار والكبار كتعجبهم. دونك كنشحر داك البصله مع التويمه ديالها هكا كي كتشوفوا. وانا هذا في نفس الوقت كندير الماء يطيب وكنزيد ملي كيغلى داك الماء كنزيد عليه الباستا. كي كتشوفوا داك الباستا انا كندير ديال البابيون, هي اللي غادي ندير في الصوبة. شويش د الملحه بيان سور, شويش الزيت باش ما كتلصقش, وكنخليها المهم حتى كطيب داك الباستا. في نفس الوقت انا كنوجد الصوبة ديالي تما كي كتشوفوا هنايا دايره. على ما كتشحر لي داك البصله غادي ندير مليحه باش داك البصله كتطلق الماء ديالها. وغنخليها هكاك تشحر على خاطرها. هادي ومن بعد مهم غادي نزيد خيزو. هاد السويبا كتجي معتبره, كتجي غزاله. بيان سور كيمكن لك تنوع فيها الا بغيتي تزيد شي حوايج اخرين. مثلا بحال انا ملي كيكون عندي فرماج موتزاريلا تا هو كنزيدو, كنزيد مثلا كنزيد الحبق, كنزيد المهم كيمكن لك تزيد اي حاجه انت نشهوتك فيها, كيمكن لك داك الساعه تزيد. دونك درت خيزو زدت شويه زيت بلديه باش غادي نخلي داكشي هكاك غادي يتحر شويه. غادي نزيد واحد النقيطه واحد المغرف ديال الماء. والماء ما كنزيدش الماء عادي, كنزيد من الماء اللي كطيب فيه قولو انت كتطيب فيه الباستا, حيت كيكون الباستا طلقت النشا ديالها. دونك ناخذ داك الماء لانه من بعد غادي نزيد انا الباستا في الشوربه ديالي. دونك كي كتشوفوا بحال هكا كيتشحر داكشي, غنزيد ماتيشا اللي هي ماشي بوغي, ماتيشا فيها طراف شويه هكا واقفين. غنزيد جوج باكيات, كل باكيه فيها تقريبا 400 غرام. دونك تقريبا اون توتال 800 غرام ديال ماتيشا. بغيتي دير ماتيشا طريه دير ماتيشا طريه عينك. المهم اللي انت وشهوتك, الا درتي ماتيشا طريه ضروري خصك تزيد فيها ماتيشا الحك. انا كنشري هادي كي كيقولوا مهرسه, هاد ماتيشا هكا مهرسه كتباع, كتجيني صراحه سهله. دونك غنخلي هاد خيزو غادي يطيب في هاد المرق في هاد ماتيشا هادي المريقه ديالها, وهذا غيطيب فيها داك خيزو حتى غادي يرطب. وداك ماتيشا غادي يطيب مزيان وتطلق داك النسمه, غتطلق لا داك العناصر غادي تطلق النسمه في بعضياتها. دونك تنحرك بحال هكا. غادي نزيد واحد جوج دامات ديال البناد البقري. بغيتي ديري ديال الدجاج ديرو, بغيتي دير الدامه ديال الخضره ديرها نتينا وشهوتك واللي عجبك واللي عندك في الدار. ما بغيتيش ديرها لا ديرهاش, بغيتي دير فوند فعوت من الدامه ديال البناد دير اللي حبيتي. بغيتي دير خليط, كاين واحد العطريه سميتها فيغيتا كتباع عندنا هنايا, هي عباره عن خليط ديال الخضره كيكون فيها البصله كيكون فيها خيزو كيكون فيها جميع انواع الخضره. كيحكوهم كيبسوهم كيحكوهم كيزيدوا معاهم شويه ديال الملحه. بغيتي ديرها هذيك حتى هي كتجي معتبره. غنزيد واحد شويه ديال الابزار, الابزار كحل.
المهم حتى هذاك عينك ميزان، كانت ما كتشوفني انا كندير بيدي، كندير قياس وكنولي عاود نزيد تقريبا تكون داك نص معلقة، نص معلقة صغيرة. وغادي ندير شويش الملحة، عيني ميزانك حتى تما كل واحد كيبغي، كاين اللي كيبغي المسوس، كاين اللي كيبغي الملح، كاين اللي كيبغي كل واحد وشهوته. غادي نزيد الزعتر، وغادي نحرك. انا كيعجبني هادشي ديال العشوب يابس، وانتم عارفين انا من تيكون يابس كيكون كونسونطري على مي كيكون طبيعي، دونك خاصك مي تكون كدير داك بحال بالقزبر يابس والمعدنوس يابس والزعتر يابس، ديما دير قيس. كيف تشوفوا في نفس الوقت عندي الباستا راها كطيب، كي قلت لكم نهز معلقه ديال الماء ديال الباستا ونخويه في السوبا ديالي باش يتزاد فيها الماء شويه ونخلي داك العناصر تطيب هكاك. ها فيجيتا اللي قلت لكم، ها هي كي كتشوفوا غادي ندير منها الباستا، لانها اصلا مي غادي تطيب داك الباستا، داك الماء غادي نخدمه غنزيدو انا، الماء ما غنرميهش غنزيدو على السوبا بداك المذاق ديال الباستا اللي فيه، بداك المذاق ديال داك فيجيتا اللي قلت لكم عباره عن خضره ناشفه وطحنيها، حتى طحنينها ما بقيتش نعرف نهضر، طحنينها دونك داك الماء غيبقى لي هكاك بداك الذاب، داك النسمه ديالو غادي نزيدو على السوبا ديالي من بعد منين غادي تطيب داك العناصر. كيف تتشوفوا دابا هي راه طابت الباستا، دونك غادي نخوي الباستا في واحد الشبكه باش داك الماء غادي ينزل في لا سوب ديالي، وغتبقى لي داك الباستا في داك الشبكه غادي نزيدها من بعد، غادي نزيدها في لا سوب ديالي هكا كتشوفوا داك الماء كله كينزل في داك لا سوب، كيجي غزاله، كتجي المذاق ديالها كيجي غزال. انا قلت لكم يعني بتجربه ديما كندير هاد القضيه، كندير هاد لا غوسيت، واللي داقها عندي كيحماق عليها وما كيعرفوش ما كيعرفوش حتى السر ديالها شنو هو، زعما كيقول لك او تري بون، حيت بزاف د الناس كيديروا هنايا السوبا د ماتيشا هنايا في السويد، ولكن ماشي كلشي كتجي لذيذه بحال هذا الشكل. شكر راسو داز من هنا، ولكن والله العظيم عارفه راسي كتجيني معتبره. وكي قلت لكم عاد اليوم راني دايراها تري سامبل، ما دايره لا فرماج موتزاريلا، ما دايراش الحبق ناتوريل، ما دايره حتى شي حاجه، دايره كيف تشوفوا داك المواد اللي كانت عندي في الدار، مع ما بقيتش كنتقدى بزاف مع كورونا وهذا كناخذ داكشي اللي عندي. دونك فوالا دابا غادي نخليها باش غادي تشرب داك الماء ديال الباستا اللي زدت، وداكشي غنخليها شويه تغلى واحد شويه بحال اللي كتشوفوا هكا، حتى كطيب داك العناصر كتجانس كي هانتوما كي كتشوف داك خيزو داك مطيشه هكاك وداك والبصيلة والتويمة وصحية وصحية بزاف، يعني ما فيهاش شي حاجة اللي كدر. دابا غادي نزيد الباستا ديالي اللي سلقت، غادي نرميها في داك لا سوب، وغادي نخليها تغلي شويه حتى داك الباستا كتشرب داك المريقه. هو كتعرفوا ان الباستا كتشرب، يعني الا كنتي بحال بعض تخليها ديرها وتخليها مده طويله، راه خصك تنتبه انك تخلي دير لها الماء بزايد باش منين غتبقى داك الباستا فيه وتشرب ما تجيش معجنه. هي راها سوبا يعني ماشي باستا بماتيشا، كتبقى سوبا، دونك انتبه ديما انتبه انه الماء يكون شويه زايد باش واخا كتخليها مثلا كتبات ما كتصبحش عندك ناشفه. كتشوفوا الزعتر، كندير الزعتر حتى هو بيان سور، الزعتر يابس الا كان عندكم طري ديروه طري كيجي حتى هو رائع. الزعتر حتى هي كنديرها حتى هي كدير مذاق رائع. كان انا في لي سوب كندير سكر سنيده، ديما كندير 3 قط سكر سنيده باش داك المذاق ديال الملحه مع داك العطريه الاخرى شي كيدخل في شي، داك السكر كيخليه يتجانس داك المذاق كيجي زوين بزاف، دونك ديما كندير واحد المعلقه صغيره ديال سكر سنيده. دونك فوالا هانتوما كتشوفوا السويبا ديالي وجدت،
هانتوما اللون والمذاق مسابقة كانت الكاميرا كتخليني نصيفط لكم الريحة ديالها شحال زوينة، وما نقولكمش على المذاق، والله العظيم كتجي رائعة، كتجي بنينة بزاف. جربوها، اقتصادية رخيصة، يعني عناصر كتكون في أي دار، خيز، زو، بصلة، الباستا، ماتيشا، ثومة، وخلاص العطرية. جربوها وردوا عليا الخبر. دونك سيادنا ما نطولش عليكم في هذا الفيديو، كنتمنى ان الوصفه تكون عجبتكم. ما تحرمونيش من اللايكات ديالكم، واشتركوا الا كنتو مازال ما اشتركتوش. يلا سيادنا نخليكم، نتلاقى في الفيديو الجاي. في رعايه الله، بيزو.